تنسمعوا بزاف الحوايج في المجتمع ديالنا اللي تنسمعوا ما تاكل السكر هو اللي تيدير هذا الشيء هذا اللي تنسمعوا ما تاكلش اللحم زعما الا جيتي تسمع المجتمع ديالنا كاين زعما كثير ديال الهضره اللي تتقال وما عندهاش ديما واحد الاساس علمي شنو العلم تيقول اليوم اليوم تنعرفوا انه كاين عائلات عندهم واحد لا بريديسبوزيسيون يعني خاصنا نعرفوا ان الى شي امراه عندها حالات ديال ورم البزوله في العائله ديالها عندها احتمال اكبر بلا ما تكون وراثيه هذه من جهه كاين سرطان اللي تيكون وراثي داك الساعات تيمكن لينا نعرفوا تنديروا واحد التيست جينيتيك تنقلبوا على لي ميوتاسيون بي ار سي ا 1 بي ار سي ا 2 وتنعرفوا واش كاين عند الشخص عند المراه وواحد الاحتمال انها دير واحد ورم البزوله اللي هو وراثي وكاين تنسميوها ليكسبوزيسيون على البيروستروجيني ريلاتيف يعني نفسرها لك بالعربيه يعني المراه تتكون عندها الاستروجينات في الدات ديالها ولكن شحال ما خدات هاد الاستروجينات شحال ما تيكثر نسبه انها دير سرطان ديال الثدي تنعرفوا مثلا الى المراه حملات بزاف ما تيكونوش داك داك ليكسبوزيسيون لي استروجين داك الالتقاء ديالها مع الاستروجين ديالها تيقل تتقل نسبه انها دير سرطان الثدي العيالات اللي تيديروا كينات ديال اللي فيها الاستروجينات كثر الدراسات الاخرى وبينات انه كاين تك ان هذاك الى المراه دارت منهم بزاف ولا خدات بعض المرات الهرمونات ديال لامينوبوز ديال السن الياس تكثر الاحتمال انها دير سرطان ديال الثدي ما غاديش نقولوا انها التغذيه ما عندها حتى شي دور ولكن اليوم واش العلم حدد شي ماكله اللي تتسبب بصفه خاصه ديال سرطان الثدي لا ولكن يمكننا غير ننصحوا الناس انها تكون عندهم واحد التغذيه متكامله وصحيه يعني نتفاداو السكريات نتفاداو الدهنيات بزاف نتفاداو اللحوم بكثره ما تيعنيش ان ما منوع علينا ولا اننا بغينا ما تجيناش سرطان ما خاصناش نديروا هادشي لا ولكن تنعرفوا ان هادشي مزيان للصحه تنعرفوا ان العيالات اللي عندهم السمنه اللي عندهم الوزن حتى هما عندهم واحد النسبه اكبر اكثر باش انهم يديروا سرطان الثدي